الله جل جلاله يحدثنا عن هذا العدو المبين. يقول ربنا جل جلاله: فبما أغويتني، الشيطان، لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. قال علماء التفسير: لأقعدن لهم على صراطك المستقيم. والقاعد على الشيء ملازم له. وهناك حكمة بالغة من فعل الشيطان. فعل الشيطان شر، لكنه في النهاية موظف للخير المطلق، لأن الأمر كله بيد الله. ابن عباس يقول: لأقعدن لهم صراطك المستقيم، لأقعدن لهم دينك القويم، دينك القويم. وابن مسعود يقول: لأقعدن لهم صراطك المستقيم، لأقعدن لهم كتابك. وجابر يقول: لأقعدن لهم صراطك المستقيم، أي الإسلام، أبعدهم عن الإسلام. ومجاهد يقول: لأقعدن لهم صراطك المستقيم، هو الحق. أيها الإخوة الكرام، معنى واحد يجمع كل هذه التفسيرات: لأقعدن لهم صراطك المستقيم، لأقعدن لهم الطريق الموصل إليك، لأقعدن لهم الطريق الموصل إليك. أيها الإخوة الكرام، ما من طريق خير إلا والشيطان قاعد عليه يقطعه على السالك. الجنة لها ثمن، ولن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. أيها الإخوة الكرام، الآية دقيقة جدا: ولآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم. قال ابن عباس: من بين أيديهم، من قبل الدنيا يزينها لهم، يغريهم بها، يحببها إليهم، يعطيهم فيها طول الأمل. ومن خلفهم، قال ابن عباس: من خلفهم، أي أشككهم في الآخرة، أقللها في أعينهم. الإمام الحسن يقول: من قبل الآخرة، من بين أيديهم من قبل الدنيا، ومن خلفهم من قبل الآخرة، تكذيبا بالبعث والجنة والنار. يا أيها الإخوة الكرام، الإمام مجاهد يقول: من بين أيديهم، من حيث يبصرون، شهوات مرئية أمامهم محسوسة، يرونها بأعينهم، يسمعونها بآذانهم، يلمسونها بأيديهم. من بين أيديهم، من حيث يبصرون، ومن خلفهم، من حيث لا يبصرون. الآخرة وعد من الله عز وجل، وعد. فالوعد خبر يصل إليك لكنك لا تبصره. الذي بين أيديهم، المحسوس لديهم، الذي يدركونه بحواسهم، يزينها لهم، والتي جاءهم الخبر عنها يزهدهم فيها. هذا معنى: لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ولآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم. من قبل دنياهم أزينها لهم، أشهيها لهم. من قبل الآخرة أباعدهم عنها. أيها الإخوة الكرام، بعض العلماء المعاصرين قال: من بين أيديهم، الحداثة، العلم، العلمنة، التقدم، يزين لهم الحياة العصرية على ما فيها من معاصي وآثام.
على ما فيها من شرود وانحراف وفجور. الحياة العصرية عصر العلم، عصر الأجهزة، عصر الفضاء، عصر الاتصالات، على ما فيه من فحش وانحراف وانكماش يزينها لهم. وأما من خلفهم التقاليد والعادات، كل شيء ورثناه عن الآباء والأجداد ليس موافقا للشريعة يزينه لهم. من بين أيديهم الدنيا، ما يبصرون شهوات الدنيا، الحداثة إذا كانت منحرفة عن منهج الله، التقدم إذا كان نحو الشيطان أو نحو جهنم، الأشياء التي جدت، الأجهزة التي تبعد عن الله عز وجل يزينها لهم. هذا من بين أيديهم. من خلفهم كل ما ورثناه من عادات وتقاليد مخالفة للشرع، مخالفة لمنهج الله القويم يزينها لهم. أما عن أيمانهم قال ابن عباس: أشبه عليهم أمر دينهم، أشبه عليهم أمر دينهم، أشككهم بالحق، أحبط أعمالهم، أشككهم بأعمالهم الصالحة، أضعهم في الوسواس، أشككهم في عباداتهم، أقلل في نظرهم إيمانهم، ألقي في روعهم، وسوس لهم القضية جبرية، الشقي شقي والسعيد سعيد، فلما العمل؟ هذا من أيمانهم. من جهة الدين أثير الشبهات حول الدين، آتي بالفروع فأجعلها أصولا، آتي بالأصول فأجعلها دينا، أفرق بينهم، أجعلهم شيعا وأحزابا وفرقا، ألقي بينهم العداوة والبغضاء. المسلمون ما من وقت هم في أشد الحاجة إلى التعاون كهذا الوقت، ومع ذلك كل يطعن بالآخر، كل يقلل قيمة الآخر، كل يسفه الآخر، كل يكفر الآخر، كل يتهم الآخر من فعل الشيطان. ولآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم. من جهة الدين أبتدع لهم في الدين بدع ما أنزل الله بها من سلطان، أبعدهم عن جوهر الدين، أجعل الدين عندهم طقوسا، أجعل الدين عندهم تراثا، أجعل الدين عندهم بناء وزينة، طربا وأغان، حفلات، فولكلور، هذا هو الدين، فرغ من مضمونه. ولآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم، أزين لهم المعاصي تحت اسم الفن، تحت اسم المسابقات، تحت اسم الحفلات الراقية، أزين لهم المعاصي والآثام والتفلت والزنا ومقدمات الزنا والاختلاط. هذا الذي ذهب إلى بيت الله الحرام ورمى الجمرة الأولى، جمرة العقبة، ثم رمى الجمار الثلاث في أيام ثلاث، يعني عاهد الله عز وجل على عداوة الشيطان: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. أيها الإخوة الكرام، مرة ثانية عن أيمانهم الخلافات بين المسلمين، عن أيمانهم البدع في الدين، عن أيمانهم التشكيك في عقيدة المسلمين، عن أيمانهم إحباط عمل المؤمن، عن أيمانهم فهم القضاء والقدر على غير ما أراد الله فهما مثبطا، فهما يقعدك عن العمل، فهما ييئسك من رحمة الله، هذا من فعل الشيطان. عن أيمانهم الفتن بين المؤمنين، التحريش بين المؤمنين، أن أجعلهم شيعا، أن أجعلهم فرقا، أن أمزقهم، أن ألقي بينهم العداوة والبغضاء، هذا عن أيمانهم.
التشكيك بالعلماء جزء من عمل الشيطان، ما من عالم إلا ويشرح على المنضبة وكأنه من عامة الناس. جعل الفروع أصولا والعداوة من أجلها. أيها الإخوة الكرام، حينما يؤله الأشخاص هؤلاء الذين يدعون إلى الله، حينما يعظمون إلى درجة تفوق حد الخيال، وحينما يعتمد على النصوص الموضوعة والضعيفة، وحينما تخفف التكاليف، الدين مرن، الدين شيء له كيان، كان صلبا فصار لزجا، فصار مائعا فصار غازا، يتوافق مع كل شيء، مع أي سلوك، كل شيء له فتوى. الدين مرن، ما جعل الله عليكم في الدين من حرج، الضرورات تبيح المحظورات، انتهى الدين كليا، لم يبق من الدين شيء، كل المعاصي والآثام مغطاة بفتاوى ضعيفة. هذا من فعل الشيطان، لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. يتمتع بصحة جيدة، وله بيت يؤويه، وله زوجة ترضيه، وله أولاد أمامه، وله دخل يكفيه، ويشكو الشكوى ديدنه، والنقد ديدنه، والتبرم ديدنه، والسخط ديدنه. هذه صفة الذي يتبع الشيطان، ولا تجد أكثرهم شاكرين. كان عليه الصلاة والسلام تعظم عنده النعمة مهما دقت، تعظم عنده النعمة مهما دقت. أيها الإخوة الكرام، وقال بعض العلماء وعن شمائلهم السيئات يأمرهم بها ويحثهم عليها ويزينها في أعينهم. وصح عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال ولم يقل من فوقهم. الجهات ست، يمين وشمال وأمام ووراء وفوق وتحت، لم يقل الله عز وجل من فوقهم، لأن الله من فوقنا جميعا، والطريق إلى الله سالك، والطريق إلى الله مأمون، ولا يستطيع الشيطان أن يقترب من الطريق إلى الله عز وجل. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل. وشيء آخر، وقد قال هذا بعض العلماء المعاصرين ولم يأتي من تحتهم، لأن من تحتهم طريق العبودية إلى الله. إذا كنت خاضعا لله، متذللا إليه، منيبا إليه، تأتيه من ضعفك، تأتيه من جهلك، تأتيه من افتقارك، هذا الطريق آمن أيضا. طريق العبودية آمن، وطريق الله آمن. أيها الإخوة الكرام، بعض العلماء يقول الله عز وجل أنزل عليهم الرحمة من فوقهم، فهذا الطريق آمن. وقتادة يقول أيها الإنسان، أتاك الشيطان من كل جهة غير أنه لم يأتي من فوقك، لأنه لا يستطيع ولن يستطيع أن يحول بينك وبين رحمة الله. لا يتبع الشيطان إلا من كان على شاكلة الشيطان. بعض العلماء يقول لأغوينهم حتى يكذبوا بما تقدم من أمور الأمم السابقة ومن خلفهم بأمر البعث وعدم إيمانهم به، وعن شمائلهم لأضللنهم فيما يعملون، لقوله تعالى ذلك بما كسبت يداك، من بين أيديهم ومن خلفهم
من بين أيديهم حتى يكذبوا أخبار الأمم السابقة فلا يتعظوا بها، من خلفهم من أمر الآخرة، عن أيمانهم وعن شمائلهم أسفه أعمالهم، لأن الله عز وجل جعل العمل من صنع اليدين. الإمام الزمخشري رحمه الله تعالى في تفسيره يقول: ذكرت هذه الوجوه كلها للمبالغة والتوكيد، أي لآتينهم من جميع الجهات، من الجهات الأربع التي يأتي منها العدو غالبا. وقال بعض العلماء: الجهات ست، أربع جهات يأتي منها الشيطان، وجهتان يستحيل أن يأتي منهما الشيطان، جهة العبودية وهي الدنو، وجهة الاتصال بالله وهي العلو. وقال بعضهم: ما من صباح إلا قعد لي الشيطان على أربعة مراصد، من بين يديه ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي، فيقول: لا تخف، فأتلو قوله تعالى: فإن الله غفور رحيم، وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. يقول: لا تخف، لا تخف أيها الإنسان، إن الله غفور رحيم. وهذا يقوله معظم الناس المنحرفون: لا تخف، إن الله غفور رحيم، فأتلو قوله تعالى: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. هي المغفرة: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. وأما من خلفي فيخوفني الضيعة على أولادي من بعدي. أولادك يجب أن تكسب المال الوفير لهم ولو كان حراما، لأنك معذور، عندك أولاد. فأتلو قوله تعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. قال عبدي يوم القيامة: أعطيتك مالا فماذا صنعت فيه؟ قال: يا ربي لم أنفق منه شيئا مخافة الفقر على أولادي من بعدي. قال تعالى في الحديث القدسي: ألم تعلم بأني أنا الرزاق ذو القوة المتين؟ إن الذي خشيته على أولادك من بعدك قد أنزلته بهم. ويقول لعبد آخر: عبدي أعطيتك مالا فماذا صنعت فيه؟ قال: يا ربي أنفقته على كل محتاج ومسكين، لأني لثقتي بأنك خير حافظا وأنت أرحم الراحمين. قال: أنا الحافظ لأولادك من بعدك. أيها الإخوة الكرام، يأتي من خلفي ليخوفني الضيعة على أولادي، فأقرأ قوله تعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. ويأتي من قبل يميني، يأتيني من قبل النساء، فأقرأ قوله تعالى: والعاقبة للمتقين، لمن غض بصره ولمن عف عن الحرام ولمن اكتفى بحلال الله عن حرامه وبطاعته عن معصيته. ويأتيني من قبل شمالي، فيأتيني من قبل الشهوات، فأقرأ قوله تعالى: وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل. أيها الإخوة الكرام، السبل التي يسلكها الشيطان أربعة لا غير، فإنه تارة يأخذ من جهة يمينه، وتارة يأخذ من جهة شماله، وتارة أمامه، وتارة يرجع خلفه، فأي سبيل من هذه السبل وجد الشيطان لا صاحبه يسير عليها، فإن سلكها في طاعة سبطه وقطعه وأعاقه وبطأه، وإن سلكها في معصية حمل عنه وخدمه وأعانه ومنه. أي طريق، إن سلكت الطريق في طاعة الله، إن أردت المرأة زواجا زهدك بالزواج،
وأغراك بحياة التفلت. إن أردت المعصية زينها لك، أي حركة على أي طريق، إن أردت بهذه الحركة طاعة الله عز وجل زهدك فيها، بين لك سلبياتها، وإن أردت المعصية زينها لك. أيها الإخوة الكرام، زين الشيطان لهم الدنيا حتى آثروها، وزهدهم بالآخرة حتى أعرضوا عنها. ولأضلنهم ولأمنينهم، لأضلنهم عن الحق ولأمنينهم بتعويق التوبة وتأخيرها، والقول لهم لا جنة ولا نار ولا بعث ولا حساب. الإمام الزجاج يقول: أجمع لهم مع الإضلال أن أوهمهم أنهم ينالون حظهم من الآخرة، مع ضلالهم وانحرافهم وفسقهم وفجورهم يمنيهم أن الآخرة لهم، أمنيهم ركوب الأهواء الداعية إلى العصيان والبدع، أمنيهم طول البقاء في نعيم الدنيا، فأطيل لهم الأمل ليؤثروها على الآخرة. هذا كله من عمل الشيطان. لذلك بعد الوقوف بعرفات، وبعد الصلح مع الله، وبعد العهد على طاعة الله عز وجل، على الحاج أن يرمي الجمار، يرمي الجمار ليتخذ الشيطان له عدوا. يعدهم ويمنيهم، يعدهم ويقول: سيطول عمرك وتنال من الدنيا لذتك، وستعلو على أقرانك، وستظفر بأعدائك، والدنيا دول ستكون لك كما كانت لغيرك. ويطول أمله ويعده بالحسنى على شركه ومعاصيه، ويمنيه الأماني الكاذبة على اختلاف وجوهها، فهو يعده بالباطل ويمنيه المحال. وكم من مسلم كان ضحية الشيطان، كم من مسلم انحرف في سيره إلى الله بوسوسة الشيطان، كم من عداوة أورثها أججها الشيطان، كم مخاصمة دخل بينها الشيطان. الشيطان يلقي بين المؤمنين العداوة والبغضاء. وقد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الشيطان يئس أن يعبد في أرضكم، ولكن رضي فيما دون ذلك في التحريش بين المؤمنين. أيها الإخوة الكرام، النفس المهينة التي لا قدر لها عند ذاتها تتغذى بوعوده وتمنيه، النفس المبطلة الخسيسة تتلذذ بالأمان الباطلة والوعود الكاذبة، تفرح بها كما يفرح النساء والصبيان وتتحرك لها. يعدهم ويمنيهم، وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. يعدكم بالفقر إذا أنفقتم أموالكم في سبيل الله، يأمركم بالفحشاء. الفحشاء هنا البخل، هي صفة لموصوف محذوف، فعل فاحش، خلة فاحشة، صفة فاحشة، صفة لموصوف محذوف. يأمرهم بالبخل الفاحش. وقد قال بعض العلماء: كل الفحشاء في القرآن هي الزنا، إلا في هذا الموضع فهي البخل. يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، بالبخل. يأمرهم بالشر ويخوفهم من فعل الخير. وقد قال بعض العلماء: جماع ما يطلبه الشيطان من الإنسان أنه يخوفه من فعل الخير ويأمره بفعل الشر. وقد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن للملك بقلب ابن آدم لمة وللشيطان لمة، فلمة الملك يأمره بالخير وتصديق الوعد، الوعد الإلهي، ولمة الشيطان يعده بالشر ويأمره أن يكذب وعد الله عز وجل.
ثم قرأ قوله تعالى: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. أيها الإخوة الكرام، ختاما لهذا الموضوع الدقيق، أرجو الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا به. أيها الأخ الكريم، قبل أن تعصي الله عز وجل عليك أن تتفكر في هذه الدنيا وحقارتها وقلة وفائها وكثرة جفائها وخسة شركائها وسرعة انقضائها، وأن تتفكر في أهلها وعشاقها وهم صرعى حولها قد عذبتهم بأنواع العذاب وأذاقتهم مر الشراب وأضحكتهم قليلا وأبكتهم كثيرا وطويلا. ألا يا رب نفس ناعمة طاعمة ناعمة جائعة عارية يوم القيامة. ألا يا رب نفس طاعمة عارية جائعة في الدنيا طاعمة ناعمة يوم القيامة. ألا يا رب مكرم لنفسه وهو لها مهين. ألا يا رب مهين لنفسه وهو لها مكرم. أيها الأخ الكريم، عليك قبل أن تعصي الله عز وجل أن تتفكر في الآخرة ودوامها، وأنها هي الحياة الحقيقية، وهي دار القرار ومحط الرحال ومنتهى الآمال. قبل أن تعصي الله عز وجل عليك أن تتفكر في النار وتوقدها واضطرامها وبعد قعرها وشدة حرها وعظيم عذاب أهلها. عليك أن تتفكر في أهلها وهم في الحميم على وجوههم يسحبون، وفي النار كالحطب يسجرون. قبل أن تعصي الله عز وجل عليك أن تتفكر في الجنة وما أعد الله لأهل طاعته فيها مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر من النعيم المفصل الكفيل بأعلى أنواع اللذة من المطاعم والمشارب والملابس والصور والبهجة والسرور التي لا يفرط فيها إلا محروم. قبل أن تعصي الله تذكر أنك ستعيش في هذه الدنيا 60 عاما أو 80 عاما أو 100 عاما أو 1000 عام، ثم ماذا؟ ثم ماذا؟ كل مخلوق يموت ولا يبقى إلا ذو العزة والجبروت. الليل مهما طال فلا بد من طلوع الفجر، والعمر مهما طال فلا بد من نزول القبر. كل ابن أنثى وإن طالت سلامته، يوما على آلة حدباء محمول. فإذا حملت إلى القبور جنازة فاعلم بأنك بعدها محمول. أيها الأخ الكريم، تيقن حق اليقين أن ملك الموت قد تخطانا إلى غيرنا، ثم سيتخطى غيرنا إلينا، فلنتخذ حذرنا. ما هي إلا لمحة بصر، والإنسان في القبر وحيد فريد، لا مال ولا أهل ولا أصحاب. تذكر أيها الأخ الكريم ظلمة القبر ووحدته وضيقه ووحشته وهول مطلعه وشدة ضغطه. تذكر يوم القيامة يوم العرض على الله، عندما تمتلئ القلوب رعبا، وعندما تتبرأ من بنيك وأمك وأبيك وصاحبتك وأخيك. تذكر تلك المواقف والأهوال. تذكر إذا وقفت بين يدي الملك الحق المبين الذي كنت تهرب منه ويدعوك فتصد عنه، وقفت وبيدك صحيفة لا تغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصتها. فبأي لسان تجيب؟ فبأي لسان تجيب الله حينما يسألك عن عمرك وعن شبابك وعن علمك وعن عملك وعن مالك؟ بأي قدم تقف بين يديه؟ وبأي عين تنظر إليه؟ وبأي قلب تجيب عليه عندما يقول لك: عبدي استخففت بنظري إليك، جعلتني أهون الناظرين إليك، ألم أحسن إليك؟ ألم أنعم عليك؟ فلماذا تعصيني وأنا أنعم عليك؟ إلى متى أنت باللذات مشغول وأنت عن كل ما قدمت مسؤول؟ تعصي الإله وأنت تظهر حبه، ذاك لعمري في المقال بديع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب يطيع.
أيها الإخوة الكرام، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم، واعلموا أن ملك الموت قد تخطانا إلى غيرنا وسيتخطى غيرنا إلينا، فلنتخذ حذرنا. الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني، والحمد لله رب العالمين.